بوتين إلى هذه الدرجة لا يثق في قواته بعد ما حدث؟ يعني هل إلى هذه الدرجة يحتاج لمقاتلين من سوريا على سبيل المثال، يحتاج لمقاتلين من الشيشان؟ هل المقاتل الروسي ضعيف لهذه الدرجة، أم هو يحاول أن يضحي بهم في ميدان المعركة حتى يخفي الخسائر الروسية أو يقلل من خسائر الجيش الروسي؟ هناك البعض يقول أن هو بيحاول أن يلقي بهؤلاء المقاتلين حتى لأنه أصبح لا يستطيع أن يخفي خسائره الكبيرة والجنرالات الكبار التي تم قتلهم في أوكرانيا. وأتمنى بالذات إخواتنا في سوريا أن لا يشاركوا في هذه الحرب على الإطلاق، إذا استطاعوا أن لا يشاركوا لا تشاركوا، لا تدعموا بوتين الذي يعني كان يقذفكم بالمراميل المتفجرة في سوريا. تخيل حضرتك يا اسم محمد، صحيفة التلغراف تشير إلى أن القوات الروسية أثناء تجولها وتنقلها داخل الأراضي الأوكرانية تكون يعني هناك آليات عسكرية يتم فيها دفن الجثث، أو يتم فيها عفوا حرق الجثث، سيارات متنقلة تحمل أفران لحرق الجثث، هكذا أشارت صحيفة التلغراف. يعني يبدو بأن هناك محاولات لإخفاء الخسائر في الأرواح بالنسبة للقوات الروسية. صحيح، لان يعني احنا شفنا عدد كبير جدا، والحقيقه الاوكرانيين بيصوروا كل حاجه وبيوثقوا كل حاجه، فيعني ان هي تطلع وزاره الدفاع الروسيه وتقول ان فقط تم قتل 500 روسي، الحقيقه دي نكته، ويعني عيب ان وزاره الدفاع الروسيه اللي كنت اعتقد ان يكون عندهم شيء من المصداقيه، يعني ليس المصداقيه الكامله في حاله الحروب، لكن شيء من المصداقيه ان تصدر هذا الرقم المضحك. يعني تقديرات البنتاغون بتقول ان تم قتل اكثر من 4000 عسكري روسي وضابط روسي، وتم قتل عديد من القيادات الكبرى التي سبحان الله كانت بتشارك في قتل شعبنا في سوريا. فيعني بوتين في يعني مرحلة حرجة جدا، خسائره لم يتوقعها بوتين على الاطلاق، وبيحاول بشتى الطرق ان يخفي خسائره، لذلك اغلق الفيسبوك واغلق التيك توك واغلق كل هذه التطبيقات التي حقيقة كانت بتبين بالفيديو خسائر الجيش الروسي.